وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأقل التشهد التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. درسينا هراء وحان ودن بي مصلي مركو فرديو لبدأ التحيات أول إيا أخير حسنين هيا قعنت بدي حدا على فخيده أي ساري فرحنا وحو دوينا هيا جيلب كجيس كيسو دوي عند درافي ركبته ونفذينا هيا ونصدنا هيا وحق قبلة أجيدنا هيا مكلا فغينا هيا قعنت ميديك تانا ولابها يا فرهيدا سوى بوداد السارة يفرح الله بها يا وحول غصر يا بي فرط مصبحة اللي راه أما الصباب دا ويرسل المصبحة أيضا ما الله بها يسان أما الله بها ودينها يا ساسو في السناني سول كان وحو سارة يا على حرفها مياش جيس كده ولي بس سلك ودوه أيو ساقو قبنا يا marka ku taxiyadka bilaabahayo way fisantahay caadi ay u taala kor uma taagna wa yarfa'u al-musabbihata mushiran biha hal u yahay mid wax ku ishaaray macna taagay oo aan dhinac u dhaqaajinay ayuu kor yeelahaya goorme inda qawlihi illa allah marku ashhadu an la ilaha إلا الله مركز سأقر قادها ما نتلقى هايو إلا أك سلاما نقصد سدا سوهين هايو من الله عبان هايو محصول لكم نتلقى هايو حوكسي دواد داري ولا يحركها عند رفعها مركز ورفعنا هايو إيه كبعد يبا رقدقات ما هايو تحريك مصمين هايو سلاذا سساوه madaahibta marka loo laabto fartaas iyo dhaqaajinteeda iyo sida loo dhigayna imaamka Abu Hanifa la yiraahdo wuxuu leeyahay farta uu qaadahay markuu leeyahay ashhadu an la ilaaha oo nafigaas waxa weey ma jiro waay aan kor u qaadaa uu dajinayaa inda al isbaat illa allah markuu yiraahdana إلهي كل اسم أهان ودتشنا يا سوغا تاس وساس الله على مصمينا مذهب إمام مالك وحوق با فرتو دقاتنا يا يمينا والشمال واي سان يا سان يا سان ما هو سان يا سان عند أول التشهد مركز صنوك بالله يا وحوش عوى يا ونقاتنا يا ومرك التحياتك بالله وهذا من حاله يري عند قوله إلا الله سوما التحياتك مركز صنوك بالله وميدك يبدح ونقاتنا وحكى لهم جران مذهب كإمام الشافعي أحمد بن حنبل لو اسمه يسوى فخصين وصيدا وقرنا كعنته في سمته وين تالا لكن عند قوله إلا الله صوك إشارة يا إلهي وحدانية سمعبود واحد وياهي تحرقنا كما دراها يا رقاتين سيدانا وقوله مركا وحوايا تحرق يا الشاقي وحوايا وحوايا الشاقي أما سكلا بأم عنا يا نوحي لا تحرق وحالا قوضا حديثة غيبكا مدو الشاقي يا روايونك ورقاتين تانوايا كوريال كاوايا رقاتين كلاو سيدانا ما أهم بيه حديث واحد جراء تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان فرط الله نقاهتيو كي الصلاة اللي قتشيرو الشيطان كأم بالغو عبسق ليا لغو أرقق حق ليا لغو عيريا وضعيفة ليرا ذلك ليا هذا واقد دي أم بالك كلم نقضي وضعيفة أساقنا والله ضعيفي شافعية دي حنا بلادو هل ميا مسأليكو كالاقدسين وحديث واحد قصو أروري واحد ليرا هذا سدان قاب كان وصو أروري وعبد الله بن عمر يحديث كي سوى حديث كوائل بن حجري ومركز أبو داود يورينا يعني وحكو صار تحلق وحلا يراد
farta la yiraahdo wustada iyo suulka la isku xiro taxliib saawo marka wuxuu leeyahay imaamku waxaana xabal wustada la sheegay oo farta kor u qaadahay inta qowlihi illa allah laakiin muxuu uga gidisan yahay inta suulka kuma qabanahay taxliiqu sameynaya musalliga sidaan isugu xiraya labadan way tan waa u ooleysa ashhadu an laa ilaaha illa allah walaa yucarikuha cinda rafca waas waa intii hore wad وأقل التشهد تحياتك كان أوير التحيات لله سلام يا له أيا لله إله الصغنى وإذا حييتم بتحية المرك الله يا له التحية والسلام ثم ولا جمعية التحيات أيا لي تاوي سلام نبت قالين عليك كركا غاها أيها النبي ونبي كانوا ورحمة الله إلهي نحريسيس وبركاته إلهي بركوين كيسي خيرات كيسي عليك كركا هذا سلام نبت قلين علينا كركينا إيو على عباد الله إلهي أدومي سدشو دها آهاتو أدومها إلهي الصالحين سوسوبانو ونوياكسانو إلهي أبدي عو أشهد وحن قصانا إلا إله إله كالإنو سنشير إلا الله إلهي مويان وما يشهد دك عنت على رفعنا يا يوهد ما شعور وأن محمدا رسول الله وأشهدك لكم مجد وأن محمدا رسول الله أقل كوي أو وأن محمدا عبده ورسوله نوالي فلو أخلى بكلمة من ذلك لم يصح تشهده أقل كوي أنت عوي هذا هل كلمة كان نسقاني أتحيات كيسو أنصح معي وأكمله أكمل التشهد تشهدك كان أغوك عمل السن تشهدك نوى أتحيات ومع التشهد لغم مقعاب كلمة وحوية لابد كلمات وشهادتين كأم بقصو مارك الله في ريو وحوية توحيد ودن يعقيد ودن وحوية تحيات كإذن لوان كون قارة وحوية الله أكبر الله إلهي وين كيس شهادتين كي ليبانتي وحوية آخرية الدم وحدتك أنفعها يحتى آخرة دي كلا وحوية والصلاة أكالايا للي ليبانت أكالايا وحكاسو هدو وحوية توحيد وطلقو ختمها يوان ساس مرك التشهد لغو مقعب التحيات كالولجي إذا كان أغو كامل صان أغو دير التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ماشي التحيات لله السلام عليك المباركات والغد رأيو كوى اللبركي أو مركاس وحوي أصمادي إلهي ويسي أسقى إلهي أسكالي لله بأسونا الصلوات الصلاة الشمطة هي الصلاة اللي دكتو لله إلهي بأسونا لأن الضيبات كون ون ونكسا ومركاس وحوية كلمات أمان أي كل هم تهو الضيبات وإلهي نزهنا انتيسية سنة يا لله إلهي أسونا رس السلام مش السلام عليك على القدرة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا سماه أقلك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن محمدا رسول الله أكمل عليه سفينة النجاة بالله بداية درسها أيام كسو قاعدة ناي أقل التشهد أكمل التشهد كسو مرني ما يشهد لي المركة ربتنا سلامة وآخرين ما يشهد قابان أقل كليرا هذا حداد كلمة خصك سينوس غامس أتحيات كاو سنشيرين كهروا أيضا يعني. وألفاده ألفاد التشهد أتحيات كألفاد يسو متعينة من عينودي ألفاد التشهد باعتبار أقله إمتى أغير ما كلا في ريو ومتعينة هل كلمة لقى متيكر أم هل حرف فلا يسح العدول إلى شو عنها الفاد التشهد كلا إيش إلى غيرها الله إيش أصح ما يمجرى تحيات متعينة ويشترط وحال شرطية ترتيبها الفاد التشهد كأماء التحيات كترتيبين تيدا ولا شرطية ترتيبها أي الفاده فإن أخل بالترتيب ترتيب كاس معروف كهدون سقاميو رمو كلافير فإن غير إخلالك المعنى هدي أدوري لم يحسب لما حسابنا يوم أتى به وحي أوليمي بل إن تعمد هدي بأوقسته إخلالك معنى بدلها هي أبدالا الصلاة بري وإن لم يغير المعنى هدوسا بدلين أجزاءه وقدها ياو سيد هذا ظاهر كم وقتا مصنفك
الفاد التحيات كإن لا ترتيبنا هي شرط أنا التحيوان لكن علماء ذو حيرة هذا كاسو رأي كاسو رأي ضعيف ومعتمد كوحيه سدان وشارح وتفصيلي ترتيب كهدي لقطة ولا بقى كلا قادة هذا مترتيب كاسو معنيه هذا سو بدله مركز وحق أغري التحيات أنا لو حساب معي بل حد هو قصدي إنه نسقام يوم عني سردك بروزة حدي وكل بدلي والتحيات لله معنى السلام عليك ذيك أكهر مري معنيه نشمل أول بواسطة لو تلقى لي مكي ترتيب سنة الفاضل ووحس بدلا ملاها وحوي أجزاءه وكاو جدايا ترتيب كشرط معها سكوت لكن شرط وحوي هاي عدم مترتيبكم مركو إخلال كينه أيوه مركز على لكن هذه عامد نري أصلب كيني ومعاني السيد أي تقولوا جدنا هاي لما لها الفاكلم جملوا يقول استوى مرسية واحد المشكلة كيني مسوى فإن لم يحسن هو تشهد كأمة التحيات كهدون وناتشني ما بيقع نبع مسكرا في كرام ما يوجه التعلم وبرشة أي واجب كؤاه يعني وبرتاسي في التحدي وكلون فإن عجز هدو كعجزو عن التعلم وبرواي حسنا تعلم كي برشا هدو كعجزو ترجمة وفسرنا يا ترجمة عنه عن التشهد بأي لغتين سلام يا لا إله يسقنا رئي را دورا هدو أبركرنا وحوي انت أكو برواكم ملقار دو برواي واسكوية ترجمة دي يعني. ثم دبدا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مصليه التحيات كدبر النبي أيوك صل ثم بعد فراغه مصلي وهذا فارغ من التشهد التحيات ك أيوك صلى مصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مصلينا وأقله أقل الواجب يا دعي أقل الواجب في الصلاة على النبي نبي يقول وصلي واجبك أغير وهذه لقاها دماء لسينس خامية وصلي أنسحين واللهم صل على محمد وتصاوير واكمله اكمل الواجب واجبك كان كامل سنة اللهم صل على محمد سقط ابراهيمي عليه وعلى ال محمد اله النبي محمد ان حريص النبي محمد ال كسان ان حريص كما صليت صادقون حريصت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم والتشبيه راجع إلى الصلاة على الآل وإرحم آله رحمة ومثل رحمتك الأنبياء من إبراهيم إيو آله وكما هذا التشبيه سيدي وحوي نبي إبراهيم آل كيسي آدغون حريصة إله آل كنبي محمد أغون حريصة إن حريصة النبي قد على هوريل وتشبيه ما يكسر ريسا عن هذا سوليا وبارك الله وبركة على محمد يو على آل محمد كما باركت سيدات أبارك كيسي على إبراهيم يو على آل إبراهيم آل كنبي محمد أبارك ما شاء دمك حرواك كله في العالمين عالمين تدحلو رأد أبارك كيسو نبي إبراهيم عدوال بأدونك صومر تسمعات يمقع أمبا ونحتالو واجعل لي لسانة صدق في الآخرين وكدو عيسى سيدنا إلى أبارك في العالمين أبارك كيسو إنك أذيك إله وحميد من الله مهريات أي محمود مجيد شرف لماجد كامل ويندب وحال السنة بعده بعد التشهد التحيات كديد وحال السنة الدعاء الدعاء يبري بما شين الود عيسى يجوز هو ما قبنان أو من أمر الدين دين كي والدنيا الدنيا أمر كورا كامل وتشهد كي ضمبوا كي وراء صوم الرضوات اللي جابنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا لو صلى من سماع أما التشهد الأول فلا يدعو بعده قداش يسمد دعاء سنة يقول اللهم صل على محمد ويستاجع يتأسوا لكن تشهد الأخير قداش يسقف وحدونا إنه كل دعاء استؤدين إيا دين إيا دنيا كساب صنو أنا معصي أهين يا حسيان إلهي وبنانته ومن أفضله أفضل الدعاء دعاها بعد التشهد كان أفضل لقبضان وحاكم إذا اللهم اغفر لي إله وإداف ما قدمت وحان هرمري وما أخرت وحان دبلي ومعصي وأن صميدون وما أسرت وحان سريست أني أدب ميعدك لأيني أغي وما أعلنت وحي أن مجي وبرنان كسولي ومعصي إلهي وما أسرفت وحي أنك حد قدبي وما كي أنت أدو أعلم به ما مني أني من يقع علم بدن وأدب أكتاني أغي
أنت أديك إله والمقدم الله هرمري أتاي أحد كودون هرمري الداعي رديس كوسي وأنت المؤخر أياتاي مدري غف كودون لا إله إلا كلنا مشر إلا أنت أديك مويا وإن دبوا حال السنة إنها يكونوا كونوا الدعاء دعاء أنت ساق الله متكيروا هذا من التشهد تحيات كي والصلاة صلي على النبي اللي صلي صلى الله عليه وسلم أنت لا دون ودعاء سكت لكن أفضلكم حيتا سنة وحواي دعاء كدعاء سنة يسوع التحيات كي يصلي النبي والله يسوع تراي وإن إنا كدارين أي كجاب أنتهى الدعاء له أسوكله قوي يمد بكونه كونه دعاء أقل من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يا ويقف السياس لله قيده هذا بالنسبة للإمام وأما المنفرد فيضير دار ما شاء ما لم يخف دوسا كعبسا الوقوع في سهو سهو إنه كل عيو وسواس هذول أنتم دون أفرنا دعاء ربي توغا يا وي المنفرد يا لكن إمامك ويقف كل الحديد ما دام مسؤول يا ولا قدم بيو قال لي هكلا احتجنا وحويدات قدم بقوا النبري وحق فيريا كاليغا معي ثم بدا يسلم وسلاما نقصا مصليغا وهو تسليمك أركان الأخير فجملة الأركان 13 بعد الضمانينة التابعة الضمانينة هذا مركان تابعة كدقن ركن مستقل أنا كدقن صدح الطوان وأفر ميلة الضمانينة يقول لك الضرر تضوي الطوان أين قرأ وهي النية تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والقيام الله قراءة اللو استاغ في الفرد اللو استاغ والركوع والرفع من اعتدال كوي والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد الأخير والتحيات وقدم بي والصلاة على نبي بعده بعد التشهد الأخير والسلام إيه والجلوس فليق لها سلامة الله فرزته والترتيب أركان الله ترتيب منها أركان الله حاكم الصلاة خمسة أقوال وهي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد والصلاة على النبي والسلام والباقين وهي ثمانية وهي أفعال وهي باقل سأسيك لي أقوال هي أفعال مصدح هذا شرتم حالي رأى يا أركان تصدح واي قولي هي فعلي هي قلبي محاوتاس نيري وواقاس مركو حويري وأقله أقل السلام سلام كنوير السلام عليكم وانت عصاوير ويشترط وحال الشرط وقوعه وقوع السلام سلام كالعديس في حال القعود فلق حال كيسي وقت يسوع دعوة الشرط هدو استاك أما السجود كسلام نقصد ما الله حسابنا ما يوي هدو قصنا سلاة دا كبرة دي كلنا سلام نقصد تروح سدود سهوية كواجب يسوع معنا على قرب الصنعة ممكن بعد ليه ما مشي كل يوم هذا الربع أركواك كل وشروط صحتي صحة السلام 11 كو يطبع شرطي أيو السلام عليكم كو صحيا أحدها ما ذكره ويشترط وقوعه في حال القعود وثاني شرط قال الله أن يكون سلامك بالألف ولا بسلام عليكم لمرب السلام عليكم السلام وبعيا والثالث شرط صدح أن يأتي بكاف الخضاب والسلام عليكم كاف السلام عليهم هدولك ور جري ما يو ورابع الشرط أفر أن يكون السلام كن بميم الجمع السلام عليكم السلام عليك هذا الأمر ما عليكم والخامس الشرط سناد أن يسمع نفسه وين ومقشي فريق البغاتي الأمر والسادس الشرط اللحاد التوالي كلمته السلام عليكم لو ذا كلمة وين حرير والسابع الشرط تضبعنا الله يقصد له السلام وين سأل قسم غيره تسليم كغيرك أدوحك لو لقص يعدك لك السلام ما يقول والثامن والسلام وإن ألقى استوي إن هذا يدك كاس لوني يستوي هذا إمله وصوه داو لكن واحد سلام تأين إيو معنى كأسرع وتهدوني يسني يا سيما وثامن شرط يسدي هذا أن يأتي به سلام كوين لي ماذا وهو إن حال مصلي مستقبل القبلة قبلة من قاب الشن ويسوى ملك الوجه السلام عليكم سلم والتاسع شرط يسقال وحي كونه كون السلام بالعربية عند القدرة تهدو أودها دوس أودين ومكافف سرنا والعاشر شدق طمأنة الله يزيد في سلامك زيادة وين سكودر أو تغير المعنى معناها بدل السلام وعليكم أدلي أكبر سمع اسمه بدل يا بخلاف الزيادة التي لا تغير والحادي معون وعليكم السلام تقول سكرا بدل والحادي عشر ركن شدق كوي طمأنة الله ينقص منه سلامك ما شيء وين سكن سقام أي حرف يغير ما قال معنى بدلها هذه السلام اللهم تتلوى السلام ليرة مودس كبدلة موقتة ماشي نبت قليها السلام عليكم وقبر وانسينا معي واتهاي وأقله السلام عليكم ويشترد وقوعه وقوع السلام في حال القعود
وأكمله أكمل السلام سلام كامل صن مع الصننتي سوتا مركل قلية أكمل مع الصننتي حصنوها الغطريوة السلام عليكم ورحمة الله يقول ذلك كلام كسوله السلام عليكم ورحمة الله ملتفتا حال ويهيك مد ملع صناعي عن يمينه مدكت سم ملع صناعي ليه مدكت فيرنا حتى يرى إلى الله أركا يخده دمن كيس الأيمن مدكتا أي ملع صناعي انتو فير إلى الله دكت دم بأوتي دمن كيسان واتهي حتى يرى خده الأيمن إلى الله أركا او سعد بن ابي وقاص وحليه رسولك انا اركايان ها سو سلاما نقسناي عن يمينه وعن يساره والسلام نقسناي حتى ارى بياض خده قالنا ما كجرا وقت هاسه مره كسو قادين علماء ينوي به سلامك وحو انيه سنه مره السلام عليكم ليه الخروج بحيتان من الصلاه لا بخو يو السلام السلام على من دول السلام عن يمينه مديتي سكو سوغان ايو نيي سنه من ملائكتنا ومسلمي انس وجن انس يجن مسلمين تودا وخي مدي كجرا انو السلام وخي مركا دلا كوره ملائكه واو مسلمين ايغ موقتا انو السلام ونيي سنه مدي كجرا ومدي فيرنا ايو ايو ارنكا لباد نيي سنه حتى الخروج من الصلاه خلاف اجرو قيا وحي راهي وحوي نية الخروج أركان تأيو كمدي هاي دوس خروج نيسما شافعي مركب واحد دهن الخروج من الخلاف مستحب ولا سنة لكن وقرم خلافكم مركب خليف حوق لي هاي والدليل هاي معتبر واي خلاف والبو تعبانا معا إن قاعدة الله سوق هذا نايله هاي الخروج من الخلاف المستحب خلافكم حوق لواي سكنوك لواي مركب واحد دهن إلا نية استواصل لكن حال الربع السلام عليكم تنية دون سكور مري نية الخروج صفينا ما كنتم برينا سوما هذه اللغة هرمري صلاة دا بروس أنا كبع داس كني السلام عليكم ليه لوح اللغة بحية عن كنا واقين عارف ما كوا دب الدنيا هو ما قصة دا سؤال جدا وحيين ويبه السلام كوحي النيسان وأنا كأ سلام نقصنا الخروج بحتام من الصلاة اللي قبحه إيه والسلام السلام أي النيسان على من دولنا للسلام عن يمينه مصلقة ملكتي سكسوغنا من ملائكتنا ملائكة وهو مسلمين وظاهر هو ومسلمي انس وجن المسلمين القوقيد انس جن يقول يقول لي انقلب قلب مسلمين عينه تاس وقيبتي مدكتا ثم دبد اخرى يسلم تسليمة اي سلام سنة تسليمة داس اخرى كله عن يساره ملتفتا حال ويهيك ملع سنة عن يساره اي سلام سنة كذلك سياس كذلك ما حال اي ملتفتا عن يساره حتى يرى خده الايسر ها يسوي حق وضعنا فيرنا يا بيع جيسنا يا حتى يرى إلى لقى أركايا خده الأيسر ونقول مش على من وين ينوي بها سلام تمر كان لبعض وحوني يسنا يا السلام خروج كثير وها مقتقلي قهر سلام أيو أني يسنا مع السلام يا ينوي بها تسليم الثانية ذا السلام السلام أيو أني يسنا على ملنا السلام الدول عن يساره مصلق بعيسى قصوى ومنه من المذكورين كم ومن ملائكة تنئي ومسلمي إنس وجن وان واسألوا عيهم دمير وإمام نكاس أو منفرد بأسكاده مأموم أكو سهري والمأموم مأمومك ينويون يسنايا الرد ردي أي سلام تؤني يسنايا على الإمام لغي ردي بالأولى أولى أي ردي أني يسن قرمي إن كان مأمومك عن يساره يسار الإمام إمامك بإعيسى دوك سوية ردي أي أنيسا وبالثانية تسليم ذا اللبادنا وحو أنيسا إن كان عن وبالثانية أي ردك أنيسا إن كان مأمومك عن يمينه يمين الإمام هدوك سوية هدوك ذلك كرنا ويتخير مأمومك وكلا الدورا أو مد دون أو مرد أنيسا إن كان مأمومك خلفه خلف الإمام هدوك سوية أسأل الله يقانا إمامك أنت مركو تاغن يهي مأموم إنو كتشرو حق محيطه يسار سمع بدح واي إيو أنت إنو كتشرو أنت محيطه يمين أنت إنو كتشرو أنت محوا خلف واي مركا نكي أنت تشوبي
حق صفيرنا يا سومان وأنك إمامك سومان وسوتي سنة يا السلام عليكم تهورا وحقولني يا سنة يا ردي على الإمام لوال السلام إمامك سلامتي سدم به وحقولني يا سيل أنت مكفير شدم بوامد وحقولني يا سيل سلامي دوني يست نيجي كسلام السوسو نظم إنها كرد السماء ردي أوني سنة ما كوساس عليه حق مركو تشستنا وحلا وحي مديك بيحدا كتيرا أو ملائك تيئيو مسلمي إنس وجين إنو السلام أوني سنة على تاسنا أنت نيك تشوغم أنت وسي تشستنا ما كتا أولاد وحقولني يا سنة يا سلام وحي مديك تكتشوغم ملائكة تشوغت إنس وجين إنو السلام أوني سنة marku inta usoo jeestana imaamki inta joogo salaamay radiisu u niyisana ama fa suma inta hadu joogo ya takhayyur way ulada inuu radi u niyisto saaniyana wixii uu salaamay inta ka jir iyo waxa weey marka ulada waa inta inuu radi u niyisto saaniyana waa salaam noqonaysa iyo ulada inuu salaam u niyisto wixii xagga ka jira salaamo ثانياً ردّي أو الإمام كسلام أونيسو خيار أوليه وأنت والمام ينوي الرد ردي أيو سلام تونيه سنا يا ومرك كوا على الإمام الإمام كلا ردي بالأولى أولى دا أيو ردي أونيه سنا قرما إن كان مأموم عن يسار هي صار الإمام الإمام كبير حساد كسوين وبالثانية ثانية دا أيو ردي أونيه سنا إن كان مأموم عن يمينه يمين الإمام إمام كمديك تيسا هدوك السوغنية ويتخير مأموم كوك للدورة وخيار الأولية إن كان مأموم خلفه خلف الإمام هدوك السوغنية دازنا والغبع ويندوه حال السنة الله يقوم المسبوق المسبوق إلا قدق إنو سنكعين إلا بعد تسليمة إمامه إمام كيسا مسبوق إمام كيسا لبديس السلام النقص كدم ماهاني ناحو يدوك أيو مسبوق وحد ميهين إمام كيو لا التحيات هي لفظ دينايا السلام عليك دوم الله فرق لمرحبا سنة الساس ما وهجوجي بدأ قدام بس إلى واحد كفر عشاء السلام عليكم طلبات ويرى هذا أنا سيفر رسالة ما لقيا بقى إنه واحد كتجو سجل في سكع وأنت واحد قرتو مركه حبستي إنه واحد دمي أيرات ترتيب أقعيسانا هذا وكهر مرة سنة كتجي واجب كم تجيني لكن سيقول بدين تتقع الدواء واحد دايب السلام عليكم كم تأيسو سيقال هذا السلام عليكم تقاري أي ورك سيبودا يا أول أبو حوالي دق دق أمبي أمبادو كسما يسنتا يساسا الله من ربو وحال ربا سنة إيو دين تو حوالي إن لغو الصعود إنت كران كاغا حسوسا تاي وعلم كاغا وحي إنا تطبيق سالة هدي ما انتور وحي لسك أخرنا يو آن لغو دقمين دال مهم حك سيادة دال ما دين تلو دين لغو دقم ما إلهي وطلق علي ولو عمل فلا لو دالك لي ما ويندبو حال السنه الله يقوم المسبوق كان لغ هرمرو لغ سقيو موافق انا هي انه سن استاغ الا بعد تسليمه امامه امام كي صلى الله عليه وسلم نغسك بعد ما فين قام المسبوق المذكور مسبوق لا سو شيغ حدو استاغ غورمه بعد تسليمه الاولى سن لو بدن يحي وديب لغاز جاز قيام كاسو بنان يحي لكن معاكم مقام ولم يحس الفضيلة فضيلة دي السنة دي أحيد إلا السوء أكتك تيوي أو قبلها قبل التسليمة الأولى السلام عليكم تور إنتو نقهين حدي استاغنا بدل الصلاة والصلاة دي سيبرتي لماذا؟ لأنه خالف الإمام إمام كيو خلافه لربي إنو راعو كتيوي قور ما يبريسا إن لم ينويها دون النية سموي المفارقة فارقت دون النية سموي ونو كا غوستو نين مدح بنان اون نقو دنيا ليمي سغو فدي ان ولي سلامه نقسن امام كي وا او كي كرا مسبوق واسدا بركا حدون نيسن واسدا حدو سهو اما جهل او استاغي غلال او وخ كبرتو لو شيغي وريجو ما ان لا استاغي ما بنان لاير علمي ويش مقتا اما نسيان و خصوصتو انو كيتان كانو بنانه إنه لابت أيها واجب كوا ويجب عليه العود إلى الإمام إن كان ناسيا أو جاهلا هدو عندي ويستاغنا صلاة كبر تواتي كويران ولو مكث المسبوق المسبوق لغات نقاي هدو نقاد بعد سلام إمامه مسبوق إمامك سلام نقصيس كبعد يدو نقاد أو أطال المكث نقاد يسعود يريو جاز مكثي قواب بنا يهي وقورمي
إن كان موضع أو كنا قالوا موضع تشهدي التحيات كيس بوس كيس هدوية لكن يكره له إضالة ذلك مكثي قال إيرين تيس كرهيو وبناء لكن ما كرهيو وإلا أو موضع تشهدي هدو صانهين بدل الصلاة برت إن تعمد هدو قصتي هدون أقصتنا وحوي سجود سهو يا لقى الرباء أو وحي عمد جيس أمبرنا يسهو جيس سهو لولي ما سجود سهو يا أكرت متوقعها مسبوق وي إمام كي هدو سلاما نقصر صلاة كبحي بعد السلام إمامي واسك السفر ديابا واسك السفر ديابا واسك السجو عيسان ايه واسك السجوغا واسك السقرن ايه جازو يري لكن واقورمي أنا ديري مركي اللي أقول ياه موضع التشهد دي هدو ياه نين لبارك على قال هرمري ولبارك إمام كي لدو كذي ماشا سوشو موضع التشهد دي ماهان مركاس اللي أقول ياه كراهيو وانا كراهيو نو ديريو هدوس موضع التشهد دي اهين اه هل رقعو لدو كذي هل رقعو نكي ملوغو تحيات سدا سالو هل رقعو صلاة كلا دي دا كل جت كان سوى مشي لكن أي واحد كل من يهلك عاد وقت التحيات موضع متى مايا هل كاسو إمامك يكون سلام رقصه وأسكسي فدي فدي جينا وادري إنه مكثجة النجادي وقصتي إنه سهو أليم أي الله كلا قادينه هدو عند أسي فدي أو ليه وادري مكثجة سلا سلا أي عداتو سلا دا كبروسة هدي كلانا سجود سهو يا لقى الربا قالوا لو مكث المسبوق مسبوق لغا سقي لغا هرمر هدو نغادا بعد سلام امامه امام كيس سلام نقصي سكبعي او ادال مكثغ او ديريو جاز مكثغ وبنايه قيدك كخيرن فيري ان كان موضع سو كنغادي موضع تشهده التحيات كيس موضع سي بوس كيس هدو يهي لانه محسوب من صلاتي وكحسابيا فدغان واللي هي وإلا وإن لم يكن موضع تشهدي هذا صبوس كواهي ما لكن يكره له إدالة ذلك مكتغى أن الأرى يكره وتعصق كره هذا أجر نسقى مصاري أقوه وإلا وموضع موضع تشهدي هذا صانهي كرافير إن تعمد الجلوس فرقا بعد السلام إمامي أفرست هذا أقصتي وتهي بطلت صلاته وإلا بطلت صلاته قرمي إن تعمد الجلوس فريقه هدو قصتي بعد السلام إمامي إمام كيس سلام نقصيك بعد أوف فريستي وإن كان ساهيا هدو أهانا لم تبدو المبروس صلاة ويسجد لكن للسهو وأسجود ولغير المسبوق مسبوق غيرك وحاء السغنار بعد السلام الإمام إمام كسلام نقصي سكبعي إدالة الجلوس فدق ديرين تيسا يا أصغناتي للدعاء الدعاء يب الله بريد التئور ديريو ثم الدبدا يسلمه السلام نقصي متى وقت شاء وطون السلام نقصي غير مسبوقة إمامكم موافقاتها السلام عليكم وكبعي أدوه إنا ديري سفدق الدعاء سيوطو وهات لا دهي ثم يسلمه متى وحلق دونتنا والسلام نقصي نعنا مقواسدا ولغير المسبوق وهو الموافق يا اللي يرهدا بعد سلام الإمام وحاو صغنار إدالة الجلوس فرق ديرين تيسا للدعاء ديري وطاعي وبالأولى كما سيأولى سنحضو ديري لتكميل التشهد تحيات كل من كمل ديزو ثم يسلم غير مسبوق سو سلام نقص متاشا أمر كدون محايا للوحو أصغى ننفردو يا مكتا لأن بسلام الإمام أي إن قدعت القدوة تكوك أضيوة نكري يسوي منفرد على حساب العام ولو اقتصر إمام إمامك هذا قاب صدو على تسليمة هل سلام نقصي هذا قاب صدو تي لباد ولا إماوائي سلم المأموم ممكو سلام نقصا ثنتين لبو سلام نقصا آية السلام عليكم كليوير واحد دمر مشيقين أسكسو تشيست هل يقول يا سلم عقل كسلمان أديك مأموم مركاتا سنة إنا كمشوا السلام عليكم لبعض قدر تو هل غرب أسكر عقليم ولو اقتصر الإمام هدو قابصد على تسليمته السلام نقصه قابصد سلم الإمام مأموم مأموم كو سلام نقصنا يا ثنتين إحراسا سؤكوا لفضيلة الثانية تسليم الله الفضل غير ويندبه على سنة يذكر الله تعالى إلى حسك سوى على سنة والدعاء يا الله سنة سرا لو دعيست لو ذكر إله الله حسن سقر سوريا إلا أن يريد أن يدون هي معنى الإمام التعليم تعليم دوسا دون هو سؤال كارسنا يا دعي سنة
عقب الصلاة صلاة عربت إلى الله سنة يذكر يدعها ويصلي صلاة على قبح معناها هسول أنا صلاة على قبح قالوا أذكرت بعدي إيا كزوجين ويصلي وكصلينا يا شخص النبي على النبي أيك صلين صلى الله عليه وسلم أوله أول الدعاء وقبل الله بها يو آخر أو آخر الدعاء وصلى الله وكم قبنا وارتوه تاسو النقاب يو آخر وآخر الدعاء ويلتفت الإمام إمام كوحو ملع سنايا وتهايا ويلتفت الإمام للذكر والدعاء درتود أيو أم العسنة معنى ووريغا ياو يلتفت الإمام للذكر والدعاء فلا يفصلهما وهو مستقبل بل يلتفت ويسوى لجنة سيجة كلمة رأي نسوى رجال عربا وسجيس فيجعل يمينه إمامك ومدك تيسا إليه مأمومين تنتك أيوه إليه مدك تسوح جنة مأمومين ويساره بالحسنة إلى القبلة أيوه إليه وسيده الله فرست وفرستان إمام يالكو ويفارق الإمام مركو أذكارتي دعادر لما يستو وحال ربا إمامك تتكر فريئن وصوك على ربا ويفارق الإمام إمامك وفارقها مسلاه مكانه تكتكيس وفارق قرمه عقيب فراقه فارق ديسة من الذكر والدعاء وفارق عربته كعايا إن لم يكن ثمه الكا نساء دمر هدين كسر صفقة دمر هدين دمر كتير هدين دمر كتير نزوما واسين نجانا هي إلى أيو أي بحان مركو إمام كبح أي مأمون تنا بحايا ويم كثر المأمون مأمون هو نجانا أدب كان لبرا هو حتى يقوم الإمام إلى إمامك أصدقوك كعايا أيو حوي مركا وشوغي مكاس كبيرة إلام يكون ثم نساء أو خناثاء فإن كان ثم ذلك مذكورك فالسنة التأخير حتى ينصرف سينبغي سميك له ويمكث المأموم ونقانه حتى يقوم الإمام إلى إمامك وقعوه ومن روحي ملك الصلاة والغة بحيث كاتي والغة تغتها ومن روحي أراد الدون هو روح نفل السنة بعد فرده من كفرت كيسا يواجبك أتوكيك بعد السنة قفك الدون ندب وحال للسنة الفصل كالساري بكلام وكلا صار فضل فرد كهور ينفل ودك ربوا إنه حطوا هذا الكاسون ذكر غير وسجل أذكرت يتصبح لا صار مقنعي فاسلوه أو انتقال أما وحلا جوريتان أو ماشي وفرد كنت كذا أنت دقائق أما هور أما كذا أيضا وحوي وصنو وفاسل ونقول انتقال كان وهو انتقال كان أفضل فضل بدن انتقال كان أي فضل بدن وكلام كفضل بدن وفي بيته ونفل الفعل وفعل النفل نفل كسمين تيس يدك شريس صنع في بيته شخص يقريس وكدك أي أفضل فضل بدانه من فعله نفل إنه كسمين في المسجد كفضل بدانه إلا سنة الجمعة القبلية كسهرة يورك عطي الدوافي يورك عطي الإحرام ففعلها صلاة إن السمين في المسجد أولى انت كلا لك نقل زيد بن ثابت النبي ويقول إن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة ومسجد غاية فضل بدنه فإن كان مصلق في الصبح مركا دوك سوية أو صلاة صبحها دو دوكنا أيوه فالسنة السنة وحوية أن يقنط إنه قنوده قنود إنه لي ما هذا السنة حقا في اعتدال رقعة رقعة اعتدال كده إنه قنود السنة رقعة سؤال ثانية اللبات رقعة اللبات اعتدال كده أو فيقول مركا أوي له هذا مصلق اللهم اهدني كلي ومانته إله إهانوني في من مع من هديت أدهانوني سمعي ضدك أيقو ضروا وعافني إله وعافي السلام في من مع من دول معيقو عافيت وعافني في من عافيت عافني كلا دات الله وعاو إله يترتروا معنا بابا هلا قوة معنا يسبدلها وتولني إله وتولي في من مع من توليت أتولي سؤال وأد ما مش أمرت وتولي سؤال يقو ضروا وبارك لي إله ويبارك فيما كي أعطيت آدي السيسي إله ويبارك وقني إغا إله لشر ما كي شرطيس قضيت آد حكمي وحا حكمي شرطيس شر الذي قضيته وحا إلهي حكمي شرطيس محاوة وشر هنا هو عدم الرضا به قفك إنو سكرها لنقونا شرع وعنا وحي إلهي حكمي إنا ذكرها لنقونا شرع إله تاس إغا إلهي وعنا من حيث كونه مقضيا بأن تجعلني عبدا لك أرضى بما تقضيه راس الله يقديه
فإنك أدق إله تقضي وحبات حكم سا ولا يقضى عليك أدق وحويه شاد الله ما حكم بيعد وحو حكم كرت الله ما أركو وإنه شأني لا يدل ما دلوب ما روحي ولا يتأد حرير سولي ونقطة تبارك خير كعبطي ربنا يا ربنا ربيجانيو وتعالى تواسر مرتيز أزوك دعي ولو زاد مصلي وهدو زياريو ولا يعز من عاديته حقي واي ولا يعز معزوبه من روحي عاديت اللعلودي قبل قوله تبارك ربنا وتعاليت فإنه لا يدل من واليت ولا يعز من عاديت القاد قدره فحسن فهو مذكور كاس حسن ومدوان أكثر والزياد كراوي وطهي حسن لورودها في بعض الروايات وقصة أردت كلمات داسي يعني. وإن كان قانتك القانت نك قنود هاي إماما هدو يهي أتا إمامك وحول إمانا هيا باللفظ الجمعي اللهم اهدني ودينيس اللهم اهدنا به ساسا الليلة أتا باللفظ الجمعي وحول إمانا فيقول وحول اللهم اهدنا إلى آخره أنت إلى آخره آخر القنود ولا تتعين لكن أعينه بميسو هذه تن الكلمات أي كلموينك كلماتك أي قوله اللهم اهدنا إلى آخر القنود متعين ما آيات قرآن كوحوية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها آية تكسر بالله ربنا لا تؤاخذنا هذا آخر الصف آيات قنود ويتهيه فيحصل قنود وحسلها بكل الدعاء دعاك استواك وحسلها إيه والثنائن أمانك سمعك ماذا اللهم اغفر لي يا غفور هذا ترى وبآية وحسلها آياته فيها آيات لحد الدعاء والثناء أي كسوين كآخر سورة البقرة ولكن هذه تن الكلمات كلمات السابقة صهر مرتي أو كلمات كقنوت كأفضل فضل بنا لماذا لورود أو صهر مرتي نبيك صهر وري كلمات كأو. ثم بدأ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقنوت كواي مركو نمي وهل كاس دو قارسي تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وكسي درعي رواية البيهق السلاوي فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب ونوحي أن نستغفرك ونتوب إليك أيو ليه إمامك واتح. ثم يصلي على النبي أيو كصلي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي القانت على النبي ثم على الآل إيو الأصحاب والغو صلينا ماشي التشهد الأول وكلام ما أهانو آل إيو أصحابي أن لسو هذا القادي وعاوي آل إيو أصحاب والغو صلينا ويندابو وحال الصنايا رفع يديه إن كان قانت كالبي سقع موت كوريا الكودة إنه مركو دعيسان اللهم أدنا قعمه كورو قادة صنوي دون مسح وجهه لكي وجهه سمسحيسة أو ستره أما حبتك سمسحيسة كدون إنه رفع على الصنايا مركو دعي دبنا ما تقوه سأل كتري ما وجهه مسحانا ما حبتك مسحانا هذا سؤال رتو لكن هذو مصلي هاي وسيد دي سنة هاي بس سواء أنت كم مسيحين ودي سنة هاي بركو قنوت كلام مايو عن الصلاة ويا جهر به قنوت كوال الجهر هاي وأنا كقانت كا ما ويا جهر به قنوت كا الإمام إمام كوال الجهر هاي إلا أمين سدال الرب سلما قرأ وقاعد هاي فيؤمن وح أمين سنة هاي مأموم أي أمين سنة هاي مأموم كاسو يسمعه إمام كمقله هذو سمقله واسك قنوت هاي صلاة هذو سمقله واسك قنوت هاي حقيقة من سنة دعاء يثنى لبدا سقنوت وسوجرا مروى أمان إلهي بالله أمان إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يدل من والد أمان مرنا وحوي اللهم اهدنا أمدنا وحوي الدعاء قيبت الدعاء أي وحوي أمي سنة قيبت الدعاء دعاءنا والله بقى يبادو قيبتا هوري صورة مياو سنها كحيقة دعاء كلا بلا من سسلق النبي جواه أصلاً وحوى كروه إنه يا قارك وحوى صلقي يقولك لجلا يعنيه كرو قارن ربع مركو ثنا هلا أكريو ووتشوك سدو مركو صلقي لجار ما مم واسك نافها يا آمين ليه مركو أمي واسدا للدعاء أيو آمين سنايا ويشارك ما مم إمامك ولو ذاك سنايا في الثناء أمانتا أمانتا ولو ذاك سنايا والصلاة على النبي من الدعاء كمية فيؤمن فيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وآمن سنة إلا ما وذاك سنة وإلا ما يسمعه حدوث مقلل مأمومك إمامك قانا تا وقنوضه ما
maamumkii maqli maayo limaada labucdi waa ka fog yahay aw samaab ama dhagoolnima ku sugan waa dhagajiga qana tawaqunudaaya wal munfaridu ninka munfaridka oo kaliyi dukanay maamum iyo imaam iyo munfarid suumaan dadka dukadaan yusiru bihi qunud ka wasiraysanay dukaliyi dur ala mahdina askan goro jaarki waa dib allah mahdinaadan ula taagahay oo jamcaayalti waa dib kale hoos inuu yaraa allah mahdini yiraahdo hoos inuu yiraahdo rimud wal munfaridu yusiru bihi qunudka wasiraysanaya ka waa laga soo baxay qunutuna islaadana way nazala bil muslimiina muslimiinta naazilatu musiba haday ku dagto abaar waxa kamid ah cudur korona iyo af kuwaasoo kala wey qanatu muslimiinta way qunudaya fi jamii salawaati waxaanu leeyahay qunutu naazila loo yaqaan shanta salaadood wey qunudaya way nazala bil muslimiina naazilatu ka qahdin abaarti iyo wabaayn cudur qanatu waa qunudaya fi jamii salawaati al khamsi laakiin wixii ka soo haray oo waxa weeye manduura iyo nafl iyo salaatul janaaza iyo luguma qunuudahay qunuutun naazila way sama qunuutan naazilatina waa lagu magacaabaa walaa yasjudu lissahwi litarkihi dartii sahwi uguma sujuudahayo laakiin qunuudkan kale subaxa haduu ka tago abcaadu ka mid yaho qunuudku tarkigiisa waa sujuusahwi waa la imaanay soo maahay farqigaas u dhexeeya qunuutu naazila iyo qunuutu subxi wey باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها وما يجب سبحان الله والحمد لله.